حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسوشيريا قصة المركة صورة ضايكة والرميسة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إلهي وتلماميك وادتك قبي إن يكون عذاب وحلق يلي قصة تنكو وحي شيغيسة إيادة أوليادي سإلهي اتحام يوم مررك قاركو دين أعداد الغدر وقال كحوق بضطه او ليسو او قبتو او عردقو دا بنيسطو إلهي نوح لي ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلهي سبحانه وتعالى هدود دون ويدن كالنعين لها ويدن كهيلين لها ويدن كالردي لها بقال لي سبحانه وتعالى لكن إلهي وحد دوني ليبلو بعضكم ببعض إن لسكو كين اتحامه وحكى له قصته أن كفى إذن كواد نوحو يهي قفك مسلم كاه نلشو مدنام بيو كالالاذي وحاوهم مدنى ونلشكو هستوى إنو إلهي رمي عقيدة جسا وحاو الرادين يو إلهي رالي هاشي هيسا وحاو الرجين ينو قلوا جنو وحكسك يردمي ووحليته ولذلك قوش إسلام كوحوية قانانيك هلكا قلا قول رسمية وامرك هاد نقطة ضدك أهل جنة كبيرته إلهي الرالي عشي ساعته الشو ولو نفت بوايت الدنيا تشوكته ولذلك بأي الله سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلهي وحولي دمجين أن نافيا جنوين تجري من تحت الأنهار باني دجينيا يا ومساكن الطيبة قرية في عن أكويا لفي جنات في جنات عدن بيرها النقادقة أما جنوين كالنقادقة كويا له إلهي انتو تلمامي انتاس إن أضعب المروه ليسو يا وحلي ذلك الفوز العظيم واسم شار للبعيد يعني تاني وحمل فوق لغت المامي يسيء وكل رئيسه ذلك كاسب إلى هيري أي الفوز العظيم قوش وين وتاسب إلى هيري أين الضمبة بلايك مركا إلهي وحلو حكى الله ينسينا يانا وأخرى تحبونها بإلى هيري متكلا إذن قوش عيشهن تم حلقو قيدي إنه باب الله ينقو سبرسينا يا يوح وين ماها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إلهي قوشيس يفرشدي سعدون وهليسا تتك مؤمنين تانا وقب شاريبا إلهي سبحانه وتعالى إذن قفك مؤمن كاه هدو إلهي الدين تيسا قلن تو أمل ودلو وقوليسته تدكم مانتا مركا يأركاد ضد مسلمين ومال كل من ايا وامال اللين ايا مكان اوچرو مروغ حد نافا كن عدا لكن الهي وحط الماما ايا كوي لقبي في سورة البروج محايل هايلي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بايلي كوي لقبي بايلي كورب كوي وحقبي وحليلي كوى مؤمنين تيا مؤمناتك قبه توبت كيني ويا لهم عذاب جهنم بيليه عذابك جهنم هي عذاب وحقبه بيقون ليه بيله سبحانه وتعالى كوي مؤمنين تانا إلهي محولي كوي إيماني عمل صالح على غهلي جنات تجري من تحتها الأنهار بيليه مركز إلهي لذلك الفوز الكبير لبانت وين واقع ولذلك قرآن كلفظ الفوز كما استعمال آخر مينادون لما أنتي ورانكا دوري طوان يلوت بك صاروري ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم دوري طوان يلوت الفوز المبين الفوز الكبير دوري طوان ما صاروري دوري طوان كما آخرة إلى هيك قور رميا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز أولئك هم الفائزون فائز كوران كو يقاني دتك قوليستي ما هدتك حولها لي أما أدونك وحوغا
ولا قالها كحوق بطي إلهي وحكو تلمام يددك قول إستاه إن يهين ما لنت قيامة يددك قول إستاه سيدة دردد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كواسا إلهي جعيل كيسه لي وهو الغفور الودود بس ورد ريب تلمامين إنك جرتي أيها الأحبة منك كلا إلهي وحينات المامية ورقالك هدوم مع المحوق بطه أما أدرك تطاقي كبير نافي وإلهي ويرك هادي أدونك ووحيره لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد بإلهي يئذ كدني هكوك تسومين أبا إلهي لي تقلب الذين كفروا في البلاد كوا قالوا بي حوغا قري ركروغا ياني أدونك أي سعودان هكوك تسومين أبا إلهي ومتاع قليل ووحير متاع مركو هربا وحلا بيد صدر يرى الغرة حيسته لكن آدو يربا إلهي تيك لفوز كبير يفوز عظيم بالغوت المامي تنوح لروا متاع قليل وايو جهنم كدما يسبى الهي لي سبحانه وتعالى وحي الهينا لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يا ام ليني ولا تحسبن الله غافلا ام لينينا الهي سبحانه وتعالى انه موقيا وحدعيا الهي الدنيا سقى معموله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وأواجه مركو ينبري أن يكون واغنا مؤذن كستمركو أديما أن يكون واغنا إلهي ما ملكي سهر عليك هويا رب النمض وكذا رضيت بالله ربا الرب هو السيد المالك وعد ما مشى إلهي ما ملكي سهر أيان رالك وأهي بعد ذلك سكستو ودعه إلهي نوحينا لي هوم ملايننا إن أنو إلهي أركينين ظالمين توحي سبينيس وحي الظالمين تسمين سأل لك مقرصونا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلهي وحدب قول لك يا مال كذب بدني وجره فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون اسكدب إلهي سبحانه وتعالى هدهم بضان وهد الديلان إلهي كلا كل ميان مال تهل سبحانه وتعالى وبلن قادر إذن أيها الأحبة قضيتك ودأ أنت المامن أو حويان الحياة ليست فصلا واحدا نلش هل فصل ماها يوحي لنا الجزاء يا أبا المركة ويني وقدم بآخرة جرا تسوى كو كلبا إلهي وحت المامة يقالد مؤمنين تا دنب أي قلين ماها وحي كلين ايان وهي إلهي إن الرميين بالغو اللين ايان ما أنت الدنيا حين نارك إنا فلسطين ولا جوبيا يا جوبيا ما يهود ما يا وحجوبيا العالم الغربي قضية وباها وقت كلا قضية الله بهذين وكورنا أبكى وحل جوبيا مالك وحوردن قلبت بوضه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وأنا يدا وأنا يا تي في هذا لو ظهر فردية وحاسي وخبرات كده معلومات كلو جين أيه وحكستوا للدلية وحكنا عيا أديك ويكاجا قوم بدين ومع ذلك وحيلين حبت شو كني ما يمشي السيد تبارك يا عبد طرطها مردان وقوة جبي إله القرآن كيس كجو الرمايو إلا يريهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وحكم كوديو كلام وحنا الله تلمام يا سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد واحد دنبي أي قالين ما تشيران كان موياني سوح إلهي أنه قتل ماما يكوا قتل إلهي وحد المامين ألا نعضلي على الله إنه يكون عيسو قتل كوا لعن إلهي ما نحرستي سكفه بيي وحا إلهي تلمام يا سبحانه وتعالى ولهم عذاب حريض عذاب وحجبه هذا يجو بمبوين يجو حقات ضبوا بناء دم سمية وحجبيان إلهي وحلي عذاب وحجبه أيان نجلينيا مركو هرين
عذابك الدنيا دي يا لدبك الدنيا دي يا لود ما وحليلي وكي آخره أنت تضوات الملود لو قيبيه ما القرى ولي بل قبوتي لك يعني دب رب الشيطة أيوه سبحانه وتعالى يلقو قبية كان واضب وفك أنت نفتك بحيسون هينيا لكن هدو إلهي الربيسنا جنو ينكي سيقلي كان سوى الضب لا يموتون فيه لغمنا انتو لغمنا نولاده إنه يبدئ ويعيد وهذا لسوء العلين أيوه إلهي سبحانه وتعالى وحينات المام يا مركة وقرآن كان له سودتي والنبي عليه الصلاة والسلام قصة إنه غور رمي إمام القرطبي في تفسيره وحليه وحلينا وش يجي إن يدتك مسلمين تي كصبران لبت إياه مشقات كدتك قالت كسوقارة سيدي مسلمين تاسي هراي وصبرين وحلينا وش يجي يا أبو لي حقه إن إنه نفي مال بو بحنه سيدتك دين تي إلهي وقالان وحلينا وش يجي صبر كإنه نبرنه حتى عدد قال لي أمو ولا ميشاري أمو ولا قبي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحابة ديسة وغور رمي عدد كهر وحيكو دعي قفك مؤمن كهيوال قدل حق وقمطبه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند السلطان جاي أما بدردانة صحابي لورنجري ابن ماجه حديث سواكة المامي أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم وحو صاحبك النبي وشيقي عليه الصلاة والسلام وحي يقول الدر دارمي إلهي إنانا نشريك يالين وإن قطعت وحرقت بيقولي حتى هدلق قويو ألق قبو إلهي وشريك يالين ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة صلاة فر الآن هكتغن أغانها وكتغن فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذنبة إلهي بلن كيسي وكاس كبحي ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر.